مساءكم سعيد مشاهدينا، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط. البداية كالعادة بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، الحرس الملكي يقوم بتوزيع وجبات إفطار يومية لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية بمناسبة شهر رمضان. مبادرة تنم عن حس تضامني عال في شهر الرحمة والغفران، والنموذج نسوقه من سلع. بالعاصمة البرتغالية لشبونة، الكشف عن الشعار الرسمي لملف الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، مناسبة سانحة لإبراز الروابط التاريخية والحضارية المشتركة بين البلدان الثلاثة. بإقليم الرشيدية، السيطرة على حريق بواحة ولاد شاكر بجامعة أفوس بعد التهام النيران لمساحات كبيرة من أشجار النخيل. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق حملة وطنية واسعة استدراكية وتعزيزية للتلقيح ضد الحصبة لإطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يقوم الحرس الملكي بتوزيع وجبات إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية. حس تضامني عالي في شهر الرحمة والغفران، نقدم نموذجا له من مدينة سلامة عبير ملوكي وعمر أيت عيسى. تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، تتواصل عملية إفطار رمضان 1445، إذ تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع 5000 وجبة إفطار يومياً لفائدة الأشخاص المعوزين. كل عام تناخذ وعمره من سنة، الله يجعل بك كثر خيره والله يخليه يطول عمره. احنا محتاجين بنيتي ونفعنا ونفعنا بها، الله يقوي خيره يا ربي تحفظوا لنا، راه نفعنا واحد نفع مع البيغا سيدي ربي، والله الا كنفرحوا كنفرحوا تيمتى الحق لنا رمضان. محتاجين ليها، عندنا وليداتنا وما عندناش وما فحالناش، وهذا الله يحفظ سيدنا والله يخليه لينا. هذه العملية ستمكن من توزيع 150 ألف وجبة إفطار طيلة هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال 12 نقطة توزيع بعدة مدن بالمملكة. كتعاوننا فين ما عطانا سيدنا كتعاوننا، الحمد لله بنتي، اللهم لك الحمد. ما خدامينش وفهمتي، لقات واحد الباب فهمتي، الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا الأسرة العلوية. وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر المبارك العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في الوضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي. في موضوع آخر، أشادت الدورة 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة التي انعقدت بأبيدجان بداية الشهر الجاري، أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة لدعم القضية الفلسطينية. الإشادة همت بشكل خاص دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ودور وكالة بيت مال القدس الشريف في حماية بيت المقدس عبر إنجاز عدد من المشاريع لفائدة الساكنة المقدسية. كما تم التأكيد في هذا الإطار على الجهود التي يبذلها المغرب للمساهمة الفعلية في الحفاظ على الهوية الدينية والحضارية لمدينة القدس بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. ونبقى مع شؤون القدس الشريف، حيث ارتبط المغاربة ارتباطا وثيقا بهذه الأرض المقدسة. أسر فلسطينية من أصول مغربية ظلت متشبتة بتقاليدها العريقة. الأمر ينطبق على عائلة نصر الدين، فبالرغم من بعدهم عن المغرب لازالوا يحافظون على أجواء رمضان التي لا تخلو من الطابع المغربي الأصيل. هي صورة من صور التاريخ المشترك الذي يجمع المغرب بفلسطين، يستحضرها محسن قيس. رشيد العتابي، يوسف مزياني من القدس. بيته بالقدس، لكن قلبه ظل على الدوام في المغرب. عائلة نصر الدين نموذج للأسرة الفلسطينية من أصول مغربية. أجداده قدموا منذ عقود واستقروا هنا. عندما يحكي عن المغرب يكون التعبير مليئا بالفخر والاعتزاز بالانتماء.
هو وزوجته جذورهم فاسية وعاداتهم الرمضانية يختلط فيها المغربي بالفلسطيني. فلا تستغرب إن وجدت إلى جانبي حساء الحريرة وحلوى الشباكية صحنا للمشاوي أو المنسف أو المفتول. واليوم احنا سعداء جدا أننا الأهل بالمغرب الأهل وانزرعنا في هذه الأرض، ولكن ما فينا واحد نسي ولا مرة من أين أتى أجداده ومن أين هي أصوله. وكثير من عائلتي على تواصل وبروحوا لفاس وبكونوا مبسوطين إنه هم في المنطقة اللي انطلقوا منها الأجداد. نعم على تواصل، وعلى تواصل بشكل دوري في الوقت الحالي. ويعود الفضل لوكالة بيت مال القدس. الصحيح إن الوكالة يعني عم تجمعنا كمقدسيين من أصول مغربية، عم تجمعنا في مناسبات كتيرة وبحفلات كتيرة. أجواء الإفطار لا تختلف كثيرا عن أي بيت مغربي، مائدة رمضانية تتحلق عليها الأسرة وحديث فيه ذكريات عن المغرب كيف لا، وزياراتهم لم تنقطع أبدا، وفاء يتقاسمونه وهم يشربون كؤوس الشاي في طقوس تقليدية لم يغب عنها الجلباب والسلام. ارتباطنا بالمغرب عميق، يعني إلنا أصدقاء كتير قريبين إلنا، فإحنا الليلة حبينا أنه نعمل هذا العشاء الفلسطيني المغربي عشان نحتفل بوجودكم معنا الليلة. في عنا أشياء من الطابع المغربي من خلال تواجدنا هون، زي مثلا شوربة الحريري، أوكي، الحلويات المغربية. فإحنا يعني متواصلين مع جذورنا وأطباعنا المغربية. وعندما تسألهم عن المساعدات الإنسانية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للفلسطينيين، تكون الإجابة بالامتنان والتقدير والإشادة نظرا لوقعها المباشر على أبناء فلسطين. هذه المساعدة أجت بالتوقيت الحساس. أهلنا في غزة الكل عم بيشاهد إيش عم بيصير، فهذه مني يعني أو عون نسميها. أطال الله في عمر جلالة الملك في الوقت اللي صعب يوصل أي شيء، ولكن جهود جلالة الملك وحنكة جلالة الملك واحترام جلالة الملك. جلالة الملك شخصية محترمة على صعيد دولي ومؤثرة. نعم على صعيد دولي. نشكر جلالة الملك، الله يعطيه الصحة والعافية يا ربي، على الجهود اللي عم بيسويها بالقدس. المظبوط جهوده يعني يشكر عليها، والله يعطيه يا ربي. وجود المغاربة بالقدس هو الوحيد الملحوظ بين كل العالم العربي. يتابعون يشاهدون ودائما متواصلون مع المغرب، فحتى برامجهم المفضلة أغلبها على القناة الأولى. للأولى من القدس، محسن قيس، رشيد العتابي، ويوسف مزياني. وغير بعيد عن القدس، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة في جولة جديدة لبحث مساعي وقف الحرب في قطاع غزة، حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف وتواصل عملية القصف حصد عشرات القتلى يوميا. نبيل أزرقان. في اليوم 66 بعد المئة للحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لعدة مناطق مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى، بالتوازي مع استمرار اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي. كما خلف القصف الإسرائيلي لمخيمي النصيرات وجباليا عشرات القتلى. وفيما تتجه الحرب في غزة لطي شهرها السادس، يبقى عدد الضحايا في تسارع مخيف مع اقتراب الحصيلة من 32,000، إضافة إلى قرابة 74,000 مصاب. ولم يعد القصف هو السبب الوحيد لحصد أرواح الفلسطينيين، بل أصبح الجوع يتهددهم في القطاع المحاصر. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدداً متزايداً من أطفال غزة هم على شفا الموت بسبب الجوع الشديد، وقالت إن المواليد الجدد يلقون حتفهم بسبب الهزال الشديد ونقص الوزن.
وعلى الصعيد الدبلوماسي تراوح المفاوضات بشأن إطلاق النار مكانها، فيما يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة في الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية لمناقشة الجهود المبذولة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وزيادة إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. دوليا، دائما توعدت روسيا اليوم الاتحاد الأوروبي بملاحقته قانونيا على مدى عقود في حال استخدام عائدة أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو بمثابة سرقة. موسكو التي كانت قد أعلنت سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا في تقدم جديد ينضاف إلى التقدم المحرز في دونباس. في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم، أكد أمام مجلس الشيوخ الإسباني أن إسبانيا ينبغي أن تجمعها أفضل العلاقات مع جار مثل المغرب الشريك الأساسي في عدة مجالات. نتابع تصريح رئيس الدبلوماسية الإسبانية. المغرب هو ثالث زبون لنا في العالم خارج الاتحاد الأوروبي. إنكم تتجاهلون تجارة قيمتها أكثر من 21 مليار أورو، وكذا نشاط 17 ألف شركة مصدرة منها 6000 بصفة متكررة، وتديرون ظهركم ل 700 شركة تأسست في المغرب. المغرب شريك رئيسي في الحرب ضد الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا في محاربة الهجرة غير الشرعية، ولهذا السبب تراجعت نسبتها عام 23 و2000 في سبتة ومليليا ب40% مقارنة مع سنة 22 و2000. ومن إسبانيا إلى لشبونة، حيث تم الكشف عن الشعار الرسمي الخاص بملف الترشح المشترك بين المغرب، إسبانيا والبرتغال لاستضافة بطولة كأس العالم 2030. الشعار يحمل عبارة يلا فاموس 2030 والهوية البصرية الخاصة بملف الترشيح. وبهذه المناسبة جرى أيضا تقديم الركائز والشعار اللفظي الخاصين بالملف الثلاثي إلى جانب الموقع الإلكتروني والفيديو الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي. قائمة بلوشي. صورة ستبقى راسخة في الذاكرة الرياضية معنا من أجل شعار واحد، هيا بنا يلا. في هذا الإطار المغرب، إسبانيا والبرتغال يواصلون التحضيرات لتنظيم مشترك لمونديال 2030 في سابقة في تاريخ أكبر منافسة عالمية كروية، الذي هو أساسي ومتميز في هذا الملف. وقد أشار إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إعلان كيغالي، حين تم إعلان هذه الإرادة المشتركة لهذا التنظيم المشترك. وهذا الامتياز المنفرد لهذا الملف هو البعد الحضاري الذي يربط هذه البلدان في تاريخها بين ضفتي بحر الأبيض المتوسط، وفي أبعادها التاريخية عبر القرون وعبر مختلف الحضارات التي توافدت على هذه المنطقة. حفل أسعد الحاضرين والمتتبعين في العالم. سفراء الملف المشترك عبروا عن فخرهم بتمثيل الترشيح الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، معتبرين أن هذه النسخة قادرة على توحيد شعوب القارتين وستكون الأنجح على الإطلاق. تطوير كرة القدم كتحتاج البنية التحتية، كتبان واحد لا فورماسيون ديال المدربين. ان شاء الله غادي تكون يكون عندها واحد لامباكت كبير، لامباكت كبير على تطوير كرة القدم. وان شاء الله اكيد بان غادي ننظموا هذا الكأس هذا اللي غتكون من احسن نسخة من احسن النسخ اللي فاتت. هذه فرصة باش المرأة انها تبين على الكفاءات اللي عندها باش في جميع المجالات، لا سواء الرياضية ولا في جميع مختلف المجالات. ف احنا الدور ديالنا هو نعطيو كاع داكشي اللي عندنا وننسبيريو الناس اللي جايين، والناس اللي عندهم طموحات وعندهم احلام حتى هما انهم
انهم يخدموا عليها وانهم يامنوا براسهم ويعطيو كاع داكشي اللي في جهدهم باش يوصلوا لداكشي اللي كيتمناو. اريفي جوسكان ديمي فينال دي ليديسيون ديانيي 2020. شهدنا منتخبا افريقيا وصل الى المربع الذهبي لمونديال قطر وهو المنتخب المغربي، والاكيد ان مونديال 2030 سيتواجد فيه العديد من المنتخبات الافريقيه وستكون اضافه للقاره السمراء، لذلك نملك حظوظا كثيره لنحقق نتائج ايجابيه ونحن سندعم كل المنتخبات الافريقيه المشاركه. هو ترشيح مشترك رائع لثلاثه دول يجمعهم عشق كره القدم، ستكون واحده من افضل النسخ. التظاهرة ستشهد تنظيم عدة رحلات وزيارات بين المغرب وأسبانيا والبرتغال، ونحن راضون عن العمل الذي نقوم به من أجل تقديم الأفضل. هدفنا واحد كما قال السيد الرئيس، وهو تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ الفيفا وفي تاريخ كرة القدم، وهدفنا واحد لخلق حدث متميز يشترك فيه بطبيعة الحال كل ما هو رياضي ممتزجا مع الأبعاد الإنسانية والحضارية. أصداء عالمية تواكب هذا الحفل الذي تم خلاله التأكيد على السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يحيط الرياضة والرياضيين بعنايتنا السامية، والتي تتجسد من خلال وضع خارطة الطريق للنهوض بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم بالمملكة المغربية وبالقارة الإفريقية. ولتسليط الضوء على أفاق التنظيم المشترك لمونديال 2030 ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء الإطار الوطني والمحلل الرياضي مهدي كسوة. مهدي مرحبا بك، الأكيد أنك تابعت حفل الإعلان عن الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بملف الترشح المشترك بين المغرب إسبانيا وبرتغال لاستضافة مونديال 2030. ما هي أو يعني هي خطوات عملية استعدادا لهذا التنظيم، تنظيم هذا الحدث الكروي المتميز الذي يجمع ضفتي المتوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا، مهدي ما الذي يجعل من هذا المونديال حدث استثنائي على كافة المستويات، وكيف تستعد الرباط ومدريد ولشبونة لخوض هذا التحدي؟ أهلا مريم، هو أكيد هو عناوين كبيرة وعناوين ربما ثقيلة على هذا الملف الثلاثي، أهمها هو الكفاح، الصبر، التألق، ثم التميز. شكل الملف ربما يعطي صبغة خاصة يمكن من خلال هذا الحدث هذا، لأنه من ناحية الشكل كيبقى ملف ربما مغاير عن سابق الملفات اللي كانت سابقة، ملف يجمع بين قارتين أوروبا وإفريقيا، وهذا في حد ذاته اللي غيعطي ربما واحد البعد استراتيجي، واحد البعد رياضي، بعد اقتصادي من طرف يمكن البلدان اللي كتسعى على أنها تقوم بواحد التنظيم اللي غيقدر يكون كذلك ربما إيجابي. ومن ناحية المضمون فأكيد لأنه كيبقى ملف يمكن ذا أبعاد كما قلنا رياضية اقتصادية، والهدف منها هو دائما ما إعطاء واحد الصورة إيجابية على مستوى التنظيمات اللي دائما ما كتكون ربما مغايرة. والشيء الجميل هو أنه تقارب الأفكار وتقارب الثقافات يمكن اللي كتوحد بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. ولا يجب اليوم أن نتكلم أو يقتصر الكلام ديالنا فقط على النجاح ربما رياضي بل النجاح الاقتصادي. اليوم نتكلم عن ربط قاري، نتكلم عن ربما نجاح اقتصادي اللي أكيد لأنه سيكون من شكل من نوع آخر. اليوم نتكلم عن نجاح البلد ديالنا اللي هو المغرب في إعطاء دائما واحد الصور جميلة وصور إيجابية على مستوى القارة الإفريقية. اليوم نتكلم عن ثقة الاتحاد الدولي على مستوى التنظيمات في المغرب. اليوم نتكلم كذلك على عدة أشياء، ربما نتكلم عن نمو اقتصادي، نتكلم كذلك عن رفع من نسب السياحي في البلد ديالنا، وهذه أشياء اللي دائما كنقول على أنها مشجعة بالنسبة لهذا الملف هذا اللي أكيد أنه غتعطينا واحد الرونق خاص وربما سيكون سابقة من ناحية التنظيمات اللي كانت سابقة على مستوى التنظيم المونديالي. أشكرك جزيلا الإطار الوطني المحلل الرياضي مهدي كسوة على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. ننتقل اللحظة مشاهدينا إلى بلجيكا، حيث وصل أعضاء البعثة المغربية التي ستقوم بالتأطير الديني لأفراد الجالية خلال شهر رمضان المبارك. البعثة المكونة من 38 من الأئمة والوعاظ استقبلت من طرف مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا. التفاصيل. تقوية الأواصر مع أفراد الجالية المغربية بالخارج مع الحفاظ على الثوابت الدينية للمغاربة هناك هدف من وراء إرسال بعثة من العلماء والوعاظ إلى بلجيكا.
كما جرت العادة في كل سنة نستقبل بعثتي مؤسسة الحسن الثاني وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمواكبة الجالية المسلمة في هذا البلد خلال شهر رمضان المبارك. البعثة تتكون من بعثة علمية ودينية، فالبعثة الدينية يمثلها الفقهاء والأئمة الذين سيتولون مهمة صلاة التراويح بالجالية المقيمة في ديار المهجر، بينما نحن النساء نمثل اللجنة العلمية التي ستشرف على إلقاء بعض الدروس في الوعظ والإرشاد لفائدة النساء والأطفال والقيام ببعض الأنشطة بخصوص هذا الشهر الكريم. سنعمل إن شاء الله على تكريس الوسطية والاعتدال في الدروس الجامعة التي تجمع ولا تفرق، وهذه هي التعليمات التي أخذناها قبل المجيء إلى هذه الديار. 38 هو عدد أفراد البعثة المغربية التي استقبلت من طرف مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا، وتتجلى مهمة البعثة في إمامة المصلين والوعظ والإرشاد في صفوف الجالية المغربية. استجابة لأوامر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ها نحن نتواصل مع الجالية المغربية تواصلا روحيا، وذلك لربطهم الحمد لله بالثقافة والدين المغربي. بمناسبة شهر رمضان الكريم أود أن أشكر مؤسسة الحسن الثاني التي ما فزئت كل سنة ترسل وعاظا ومرشدين للخارج قصد توعية الجالية المغربية في شؤونها الدينية، وهذا طبعا يعود الفضل فيه إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي يرعى ويهتم اهتماما كبيرا بهذه الجالية من أجل توعيتها وترشيدها ومن أجل إنارة الطريق لها. التسامح والتضامن والسلم والانفتاح على الآخر قيم يتقاسمها المغرب مع عدد من الدول الغربية، وهو ما ساعد على اندماج مغاربة العالم في بلاد المهجر مع الحفاظ على أصالة هويتهم الدينية والوطنية. وأشغال الدورة العلمية التواصلية الرابعة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تتواصل في يومها الثاني بالرباط بمشاركة ثلة من العلماء المغاربة وعدد من الدول الإفريقية. الدورة تسعى إلى إبراز دور المدرسة الأشعرية السنية في حفظ كليات الدين والوقاية من الغلو والتطرف. التفاصيل مع عبد الرحيم بن شيخي ومحمد أمين عموري. القواعد الفقهية هي جوامع لأحكام الشريعة ومرتبطة بفروعها، وهي قواعد متفاوتة الأحجام ومنها القواعد الكلية الكبرى. لذلك تأتي هذه الدورة العلمية لإبراز الانسجام العلمي والمنهجي بين المذاهب، حيث أن العقيدة والفقه والسلوك يشكلان منظومة دينية متكاملة ومنسجمة. نحن من أهل السنة والجماعة نتبع مذاهب الأربعة، وكذلك إذا يعني درسنا عن المذهب الأشعري يعني تأتي كذلك من مذاهب إمام مالك يعني، وهذا شيء واحد. فما ركزنا من هذا هو أن المسلمين أمة واحدة. قد استفدنا كثيرا من هذه الدروس من المحاضرين وما استمعناه من المذاهب والأئمة، فالشكر موصول إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وإذا كانت المدرسة الأشعرية السنية تمتاز بقدرة منهجية كبيرة في التوفيق بين عدد من مفكري الإسلام، فإنها أيضا مدرسة ترفض الغلو وتحافظ على صفاء العقيدة، وهو مطلب إنساني شامل. هذه الندوة في الحقيقة جاءت في وقتها وفي مكانها، فكما نعلم أن إمارة المؤمنين تحافظ على كليات الدين المعروفة، ومن بينها موضوع هذه الندوة المذاهب العقدية والفقهية التي تجمع شعوب العالم والتي كانت صمام أمان وسفينة نجاة عقودا بل عصورا بل قرونا كثيرة من الزمن، فيجب الحفاظ عليها. تكريم الإنسان المسلم والسمو به نحو مكارم الأخلاق هو ما خلصت إليه المدرسة الأشعرية، والتي هي استمرار لمنهج السلف الصالح.
التسول ظاهرة استفحلت في المجتمع واستأثرت باهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأيه في هذا الموضوع، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط على أهمية إعادة التأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية التسول مع وضع بدائل مستدامة من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية. عبد الحامد جبران ومهدي الشطيبي. في كل المدن والقرى يتواجدون متسولون، بعضهم دفعتهم الحاجة والفقر إلى طلب المساعدة واستجداء الصداقات، أما آخرون فاتخذوا التسول مهنة ووجدوه أسهل الطرق لكسب المال. هي ظاهرة لمطار نقاش اليوم مجتمعي، ايضا اليوم تبعنا حتى في الاعلام العمومي صبحت نقاش ديال افلام سينمائيه ديال مسرحيات ديال لقاءات متعدده. هذا كيأكد على اننا امام ظاهره اجتماعيه مركبه معقده. هذه الظاهره علاش استفحلت؟ لان كاين ربح، بغينا ولا ما بغيناش، في بعض المدن قالوا لنا الناس كيوصلوا حتى 1000 درهم للنهار، وتصور بان 1000 درهم للنهار هي 30000 درهم للشهر، لان غتولي بيزنس. خصنا نشتغلوا ايضا على داك اللي كيعطي، يعني الا بغينا نعطي نمشي نشوف شي عائله اللي محتاجه وما غتقدرش تمد يديها، وهنا نتكفل بهذاك الطفل ممكن من الصغر ديالو. التسول تغيرت مظاهره وتنوعت اساليبه خلال السنوات الاخيره، لم يعد يقتصر على المساجد والأسواق بل أضحى منتشرا في كل الأماكن والفضاءات العمومية. الظاهرة استفحلت أكثر في ظل الثورة الرقمية لتشمل التسول عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. التسول الآن أصبح ظاهرة امتدت إلى الاحترافية، الحصول على مداخيل بدون تعب وبدون مداخل وحتى بدون الحصول على أي شهادة، فقط أن تكون تعرف كيف تتوسل إلى الناس وكيف تختار الأماكن المناسبة والمناسبات المناسبة للحصول على استعطاف المرة واستعطاف الناس واستغلال الإحسان عند المغاربة. فلذلك يركب هؤلاء على الجانب الديني أو على الجانب الأخلاقي أو الجانب المجتمعي. ولأن التسول ظاهرة بأبعاد اجتماعية اقتصادية ودينية متداخلة، بات استفحالها إشكالية تسائل الدولة بمختلف هياكلها ومؤسساتها. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استنادا إلى اختصاصاته قدم رأيه في الموضوع مقترحا عدة توصيات تهم إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص المتسولين وتشديد العقوبات على شبكات التسول، فضلا عن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. أولا خصنا نبدأ يكون تشديد نتاع العقوبات القضائية على تلك الشبكات اللي تستغلوا الأطفال، تستغلوا المسنين، النساء، الناس، الأشخاص في وضعية إعاقة. ثانيا خص يكون إعادة إدماج هاد المتسولين، قلنا خصنا يكون تك نعزو تك البرامج نتاع التكفل الاجتماعي، وأيضا قلنا خص تكون واحد البدائل أخرى، مثلا تك الدعم الاجتماعي اللي جاي المباشر، ولا نشجعوا تك الأنشطة المديرة الدخل. ظاهرة ديال التسول معقدة مركبة فيها أبعاد كثيرة، اجتماعية اقتصادية ثقافية دينية حقوقية. احنا هنا كنتحدثوا على التسول الحقيقي اللي سببه الفقر والعوز، وبالتالي هذا ما يمكن يتعالج إلا من خلال السياسات العمومية. باقي أشكال التسول كنظن باللي القانون الجنائي كيعالجها بما فيه الكفاية. في سياق تسعى فيه المملكة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، أضحى التسول ظاهرة تحتاج لمزيد من المجهودات الوطنية لمعالجتها بشكل يحد من استفحالها ويضمن حقوق المواطنين وكرامتهم.
ولمناقشة ظاهرة التسول وأثارها الاجتماعية والنفسية ينضم إلينا مباشرة من المحمدية الأخصائي في علم النفس الاجتماعية دكتور محسن بن زاكور. أهلا بك دكتور. إذن على ضوء الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ما الذي يجعل من التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث الأسباب والأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأشكال التي تتخذها وتداعياتها على الفرد والمجتمع؟ طبعا سيدتي شكرا على السؤال. حينما نتحدث عن ظاهرة اجتماعية لابد من أمرين، الأمر الأول أن تكون منتشرة ومستمرة في الزمن، وبالتالي هذا ينطبق حرفيا على ظاهرة التسول، فأنتم تجدون المتسولون في كل الأماكن التي يمكن باستطاعتهم أن يستدرجوا المواطنين واستغلال عواطفهم من أجل أخذه مالهم بالتحايل، فنجدهم أمام المساجد، نجدهم في الأسواق، نجدهم في المنتجعات السياحية، نجدهم أمام المخبزات، بل نجدهم حتى أمام المحاكم. فحتى هذه الظرفية اللي كيكون فيها الإنسان في وضع محاكمة وحقوقه كذا كيستغلوا ذاك الضعف العاطفي، وحتى هو كيحاول يستدرجه من أجل يأخذوا له فلوسه. بل أصبحت المسألة كما في الصورة الآن، حتى في ذاك اللحظة اللي كيكون فيها الإنسان كينتظر الضوء الأحمر تستغل هذه الفرصة للتحايل. على المستوى الإلكتروني أيضا أصبح هناك تسول إلكتروني، فإذا هي ظاهرة ديال التسول ظاهرة اجتماعية بامتياز، لكن لابد أن نميز بين التسول أو المتسول وبين المعوز، لأن التسول أصبح مهنة تشرف عليها عصابات منظمة تستغل الرضع، تستغل الأطفال، تستغل بعض العاهات، أو تستغل أيضا بعض المعاقين على المستوى الذهني أو الجسدي، ثم يكون هناك واحد نوع من الفكر الإجرامي، وهذا ما يعاقب عليه القانون المغربي في المادة 300 في الفصل 326-327، فهذا ليس فيه أي غبش أو أي غموض. لكن الإشكال الثاني، وحينما نريد أن نعالج هذه الظاهرة هناك إشكال يطرح وهنا الصعوبة، ليس كل الذين يلجؤون إلى التسول مجرمين، فهناك أيضا المعوزين والفقراء. ربما أظن أن فترة الإحصاء المقبلة سوف تعطي فرصة من ذهب للحكومة المغربية حتى تستطيع أن تحصي الفقير الحقيقي، وبالتالي يشمله ما نسميه ذلك الدعم المباشر أو التغطية الصحية المباشرة، أو ربما قد تسند الأمور إلى ما نسميه جمعية المجتمع المدني، وهذا سوف نتحدث عنه في وسائل العلاج. لكن أولا هذه مسألة الإحصاء هي فرصة تاريخية لإحصاء هؤلاء الناس، وبالتالي التمييز بين المعوز وبين طبعا المتسول. نعم سيدتي. دكتور بن زاكور، يعني أمام استفحال هذه الظاهرة وانتشارها في الفضاءات العامة والرقمية أيضا، كيف يمكن معالجة إشكالية التسول والقضاء على كافة الممارسات المرتبطة بهذه الآفة، خاصة ما يتعلق منها باستغلال الأطفال في التسول؟ طبعا سيدتي كما قلت في البداية أن القانون في المغرب موجود، إذن خص يكون تطبيق صارم للقانون فيما يخص خصوصا هذه الظاهرة التي تحدثت عنها وهو استغلال الرضع والأطفال، ما في ذلك شك سيد، وحتى الإنسان الذي تستغل ضعفه الجسدي أو الدين حتى يدخسه نفس العقاب. لكن المسألة لا تتعلق فقط بالقانون، في السجون ملأة، لابد أيضا أن نفكر في إسناد لجمعيات المجتمع المدني إمكانية إعادة إدماج هؤلاء الناس حتى يقتنعوا بأن هناك إمكانية أخرى لربح المال، ولكن ليس ربح المال بالمفهوم الذي تربى عليه سنين في إطار التسول بدون بذل مجهود، فقط ببذل كلمات أو الدعاء أو غيرها. ثاني شيء أنه يتعلم مهارة، لابد أن تكون هناك مكاتب متخصصة في المجالات التي نتحدث عنها كالمحكمة كالمجال السياحي، لأن صورة المغرب مهمة جدا وهو مقبل على ما نسميه كأس العالم وكأس أفريقيا، فهذا الأمر هذا مهم جدا أيضا حتى تكون الصورة في المستوى المتطلب في هذا المجال. هناك أيضا الرجوع من جديد لإحياء القيم التضامنية عند المغاربة حتى لا تكون المسألة تتعلق فقط بإطاحة بهذا التضامن الاجتماعي بحكم أن التسول مرفوض، لكن حينما نكون في التضامن لابد أن يكون مقنن. نحن نتحدث عن مؤسسات التضامن محمد الخامس وغيرها من المؤسسات التي قد تكون أيضا جهوية وتشتغل بطريقة تحافظ على كرامة هؤلاء الفقراء، تتحدث بكرامة أيضا المطلقون، الأسر المفككة، ظواهر أخرى اجتماعية لا يسع الوقت لذكرها. إذن يمكن على مستوى استراتيجية الدولة أن تكون هناك إمكانيات
لإعادة النظر والفصل ما بين ما هو فقر وما بين هو طبعا تسول إجرامي ومبني على استغلال المواطنين. شكرك جزيلا دكتور محسن الزكور الأخصائي في علم النفس الاجتماعي على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة المحمدية. في أخبار الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من منطقة طنجة والريف الغربي، غرب الواجهة المتوسطية، مناطق الغرب واللوكوس، وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفات والماس وبالسهول الشمالية والوسطى، كما يرتقب هبوب رياح قوية مع تناثر غبار أو حبات رملية محليا بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب البلاد. حرارة النهار ستعرف بعض الانخفاض. وعلى إثر هذه النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق وطرق السيارة توخي الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية المطبوعة بهبوب الرياح القوية وتطاير الغبار. وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين الظاهرين على الشاشة أو بمركز الاتصال للطرق السيارة 5050. الوجه الآن مدينة مراكش، حيث عادت عملية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب إلى طبيعتها بعد الانقطاع الكلي أو الجزئي لهذه المادة الحيوية بعدد من أحياء المدينة بسبب عطب تقني في القناة المزودة للماء. جهود حثيثة تم بذلها لمعالجة المشكل وتزويد الساكنة بماء يستوفي كافة الشروط الصحية. أمين علام ومعتصم بلال بوساوي. الصور لمحطة إنتاج المياه الصالحة للشرب التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الواقعة بمنطقة سيدي موسى بأحد مداخل مدينة مراكش، حيث عادت المحطة إلى حركتها الطبيعية بعد حالة التعبئة والاستنفار التي عاشتها يومي الأحد والاثنين جراء العطب التقني الذي شهدته والناتج عن الارتفاع المفاجئ لحمولة الماء على مستوى قناة الركاد المزود الرئيسي لمدينة مراكش بالماء الصالح للشرب، ما تسبب في انقطاع كلي أو جزئي لهذه المادة الحيوية بالعديد من أحياء المدينة. على إثر الارتفاع المفاجئ اللي عرفتها قناة الركاد أي زربة اللي كتزود هذه المحطة بالماء بالمياه الخامة، هذه المحطة اللي كتمكننا من تزويد المدينة مراكش بالماء الصالح للشرب، هذه الحمولة ولا المواد العالقة المرتفعة اللي عرفت هذه القناة مك اللي وصلت تقريبا 60 غرام في اللتر، وعلى هذا الارتفاع نتج عنه انخفاض على مستوى إنتاجية المحطة. غير بعيد عن هذه المحطة يوجد خزان المياه التابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والذي لعب دورا مهما في ضمان تزويد العديد من مناطق مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب بعدما تم خفض صبيب المياه في انتظار إصلاح العطل التقني الذي لحق بالمحطة الرئيسية. الإشكالية اللي وقعت هو أنه في المحطة أو المحطة المعالجة نتاع التزويد نتاع المدينة الماء الصالح للشرب اللي يتابع المكتب الوطني للماء والكهرباء فرع ماء الصالح للشرب، توقع فيها واحد يعني عطب داخلي اللي أدى إلى توقف الإنتاج نتاع المياه الصالحة للشرب. حرصا على صحة وسلامة المواطنين، تواصل الفرق التقنية عملياتها داخل المختبرات من أجل تحليل المياه والسهر على جودتها لتصل إلى المستهلكين بالمواصفات المطابقة للمعايير المعتمدة من طرف المصالح المختصة على الصعيد الوطني. جميع الأطر جندوا باش نجيروا أو نسيروا هذاك المخزون اللي كان عندنا وما يكونش انقطاعات كبيرة في المدينة. إذا تم النقص نتاع الصبيب يعني دخلنا في جميع الأجهزة ديال الوكالة واحد الشبكة اللي كتمد على 3500 كيلومتر، يعني واحد الشبكة اللي هي تخي زيتوندو في المدينة، تم التدخل إليها باش نحاولوا بأننا تم عملية التزويد قلنا ولو بالطريقة اللي فيها ذاك المنسوب نتاع المياه غادي يكون نقص. هي جهود مكثفة تم بذلها لمعالجة هذا المشكل الذي خلف انزعاجا في أوساط ساكنة مدينة مراكش، خاصة وأنه تزامن مع شهر رمضان لتعود عملية التزويد بالماء الشروب إلى حالتها الطبيعية. نتابع أخبارنا من إقليم الرشيدية، حيث شب حريق مهول صباح اليوم بواحة ولد شاكر بجامعة أفوس مخلفا خسائر فادحة في أشجار النخيل. التفاصيل مع أحمد العلوي ومحمد رشيد.
أزيد من 900 نخلة التهم الحريق الذي شب بواحة ولاد شاكر بالجماعة الترابية أفوس بإقليم الرشيدية. خسائر فادحة خلفها هذا الحريق في أشجار النخيل وممتلكات ساكنات هذه الواحة. المنبع ديالو كان في زوالة، المنبع المهم شكون يشعل عليها الله أعلم، المهم المنبع كان في زوالة وجا بقى جاي مع الغابة مسخة، كان هاد الأوساخ وكان هاد الأوحال، الناس ما كيلقيوش. كنطلبوا حنا باش يدخيو لنا هاد الغابة، يديروا لنا البيار، هذا الشيء راه واقف. كاينين الناس عايشين هنا ما نعرف شحال من اجيال على اجيال على اجيال. النخله راه كاينه النخله هنا اللي فايته 300 سنه، ها هي مشات مسكينه تحرقات. إخماد هذا الحريق استنفر جهود كل من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق تفاديا لوصول ألسنة النيران لمنازل ساكنة الواحة. تم اندلاع الحريق حوالي الساعة 10:30، وقد انتشر بشكل مهول نتيجة هبوب الرياح الشرقي، ولحد الآن الحصيلة تقريبا 11 هكتار، وتم تطويق الحريق حوالي الساعة 3 مساء، وتم استعمال مجموعة من المعدات منها 4 شاحنات صاريجية ديال الوقاية المدنية مع مجموعة من شاحنات من السيارات الأخرى التي تحمل عليها بعض يعني المضخات لإخماد الحريق. وكذلك تم الاستعانة كذلك مجموعة من شاحنات ديال القوات المسلحة الملكية، 4 شاحنات صاريجية بالإضافة إلى شاحنتين صاريجيتين ديال البلدية. للإشارة، فواحة ولاد شاكر بإقليم الرشيدية عرفت حرائق متعددة في مناسبات سابقة، ما خلف دمارا هائلا وسط واحة النخيل لقصور ولاد شاكر، رغم مجموعة من الإجراءات التحسيسية التي تقوم بها السلطات المحلية والوقاية المدنية لتجنب أسباب اندلاع الحرائق. في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية واسعة استدراكية وتعزيزية للتلقيح ضد الحصبة أو بحمرون، وذلك في إطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها. من إقليم تارودانت نتابع هذا الروبورتاج لفرح سعف، حجب التامك وعثمان تازي. إلى هذا المركز الصحي توجهت عائشة منذ الساعات الأولى من الصباح رفقة رضيعتها التي تعاني من أعراض مشابهة لتلك الخاصة بمرض الحصبة. هذا المرض الذي انتشر بشكل لافت بجهة سوس ماسة وخاصة بإقليمي تارودانت وشتوك أيتبها. ها؟ واش في الجسم ديالها كامل ولا في الوجه ديالها؟ جبت بنتي مرضية بالسخانة وكحة وفيه الحبوب، جيت غاد السبيطار باش يقل لي رجعي ولا رجعي باش ديري ليبرة ديال البحمر. ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الحصبة بجهة سوس ماسة تعزوه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى انخفاض الإقبال على التلقيح بمجموعة من التجمعات السكانية ما ساهم في انتشار الفيروس. بالنسبه لهاد المرض اللي كاين هاد الايامات، هاد بحمرون كيجيو عندنا العيالات، كنوعيوهم وكنوصيهم على الجلبه ديالهم، كنقلبوا واش جالبين ولا ما جالبين، كنشرحوا لهم الطريقه كيفاش الا ولدها خرجت فيه شويه تصطاد ولا شي حبيبات ولا عيني حمري ولا شي حاجه تجيبوا الماء تساعدنا باش ندوزوا ليه، وكنحطوا بزاف على الجلبه لان الجلبه هي الوسيله الوحيد اللي كتقينا من هاد المرض. استفاد حوالي 70 طفل وطفله من التلقيح ضد داء الحصبه، منها 55 جرعه اولى اللي هي في 9 شهور و 15 جرعة ثانية في 18 شهر بدواوير أليف فيل أمغلو التابعين لجماعات سيدي عبد الله وسعيد. ولتطويق انتشار هذا المرض أطلقت الوزارة الوصية حملة وطنية واسعة للتلقيح ضد الحصبة، وذلك في إطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها. وللحديث عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة نرحب بضيفنا في بلاط الأخبار الرئيسي هذا المساء، السيد نبيل بن شامة رئيس قسم صحة الأم والطفل بمديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أهلا بك سيد بن شامة. شكرا سيدتي على الاستضافة. مرحبا. قبل ما نتكلموا على الأهداف والغايات من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة أو ما يسمى بالدارجة بحمرون، نبغيو نعرفوا سيد بن شامة الوضعية الوبائية المتعلقة بداء الحصبة في بلادنا وكيف كتم عملية الرصد والتتبع. شكرا سيدتي على السؤال. هو الوضع الوبائي بشكل عام هو وضع يعني متحكم فيه بواحد الدرجة كبيرة، والفضل يعود بالدرجة الأولى إلى التلقيح، ولكن سياسة الرصد اللي وضعها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مكنت من اكتشاف ظهور حالات مجتمعة على مستوى جهة سوس ماسة، وما دعا يعني
جعل وزارة الصحة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية من أجل التحكم في ظهور حالات أخرى، وهو ما كان بالفعل على اعتبار أنه كان هناك يعني نزول في عدد الحالات المسجلة، ولكن خوفا من أن هذا الوضع يتفاقم ويظهروا حالات في جهات أخرى كان من المفروض أننا نعود نديروا إن نعزوا العملية ديال التلقيح ونغلونسوا يعني ندعو المواطنين إلى التلقيح. شنو هي الدوافع والأهداف ديال إطلاق هذه الحملة في هذا الوقت، وكيفاش كتتم العملية ديال التلقيح بالنسبة للأطفال سواء بالنسبة للجرعات استدراكية أو للتعزيزية أيضا؟ هو في خلال البرنامج الوطني للتمنيع هناك جرعتين من اللقاح الموجه إلى داء الحصبة. أن الجرعة الأولى يتم تلقيها في السن ديال 9 أشهر، وكاين جرعة ثانية يتم تلقيها في السن ديال 18 شهر، على اعتبار أن هذه الجرعتين كافيتين لاكتساب مناعة دائمة اللي تمكن من عدم ظهور المرض بشكل نهائي. إلا أنه من بعد الجائحة وعلى غرار ما يقع في العالم ككل كان هناك انخفاض في معدلات التغطية بالتلقيح ومجموعة من 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 من, من الـ يعني الخدمات الأساسية، مما أدى إلى ظهور بعض البؤر ديال داء الحصبة على مستوى يعني على مستوى العالم. المغرب ليس في منأى من ظهور هذه الحالات، وهو ما دعا وزارة الصحة في إطار السياسة الاستباقية أنها إلى جانب الرصد والتدخل السريع من أجل يعني التحكم في أي حالات تظهر، أننا نأخذ خطوة استباقية ونديروا حملة موسعة من أجل الاستدراك، على اعتبار أنه هناك أطفال تلقوا الجرعة الأولى ولم يتلقوا الجرعة الثانية، أو هناك أطفال لم يتلقوا أي جرعة، وبالتالي من المفروض علينا أنه ندعو الآباء والأولياء أنهم يتوجهوا للمراكز الصحية من أجل يعني التأكد من أن عدد الجرعات اللي تلقاو الأطفال، ومن أجل استكمال هذه الجرعات بجرعة ثانية أو بجرعتين حسب. إذن هي دعوة مفتوحة لأولياء الأمور باش يراقبوا الدفاتر الصحية ديال وليداتهم ويتأكدوا واش خداو الجرعات بجوج أو لا. يعني في هذا الإطار بغيت نسولك السي بن شامة، شنو هي المخاطر ديال عدم أخذ جرعات هذا التلقيح؟ هو داء بوحمرون ربما في يؤخذ على أنه مرض بسيط إلى آخره، والخطورة دياله تكمن في سرعة الانتشار. هو مرض معدي جدا، ربما يعتبر من الأمراض المعدية كثيرا، لأن ظهور حالة واحدة ربما تؤدي إلى العدوى ديال 10 إلى 15 شخص من هذاك الحالة الوحيدة، وبالتالي الانتشار سيكون سريع، وفي هذاك الانتشار السريع هناك أشخاص اللي القدرات الدفاعية ديالهم تكون ضعيفة، تبانوا مضاعفات، لأن بوحمرون في حد ذاته خطورته تكمن في المضاعفات دياله، خاصة ما يتعلق بالتعفنات وبعض المضاعفات خاصة ليزوتيت ليبرونشيت اتسيتيرا. طيب يعني ندعيو الاباء مره اخرى باش يشوفوا الدفاتر الصحيه ديال ولادهم، واللي لقى راسه مازال ما ملقحش يمشي يلقح ما دامت هذه الحمله الوطنيه انطلقت ابتداء من هذا اليوم. اشكرك جزيلا سيد نبيل بن شامة رئيس قسم صحه الام والطفل مديريه الاسكان بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه على هذه المعلومات. شكرا سيدتي على السؤال. مرحبا. وأنا بقى دائما في الشأن الصحي، وفقرة صحتنا في رمضان تقربنا اليوم من موضوع الصيام ومرضى السكري، رفقة الدكتورة كنزة بن عمر أخصائية في داء السكري وأمراض الغدد، لنتابع. كاين واحد الفئة كبيرة من مرضى داء السكري اللي ما يمكنهمش يصوموا، لأنه ما يكون عندهم أمراض أخرى بحال ارتفاع في الضغط الدموي أو أمراض الكلي أو أمراض القلب والشرايين. هاد المرضى كلهم هاد الفئة المرضى ما يمكن لهاش تصوم في رمضان. يعني مرضى داء السكري اللي ممكن أنهم يصوموا قلال هما الناس اللي ما عندهم حتى شي أمراض أخرى مزمنة وما عندهمش ما كيتناولوا غير الأقراص، وهاد الأقراص هما فيهم فئات. يعني كاين الناس اللي عندهم داء السكري اللي عندهم أقراص اللي ماشي ممكن أنهم يصوموا بها. هادشي علاش الاستشارة الطبية ضرورية قبل رمضان، ولازم المريض يسمع الطبيب ديالو. إلا قالو ما خصوش يصوم فلازم ما يصومش، لأنه غياخد واحد لو ريسك، واحد المضاعفات اللي تقدر توقع اللي تقدر تأثر على الصحة ديالو، وما غيكون حتى شي فائدة من الصيام. إلى هنا مشاهدينا تكون نشرتنا قد استوفت كل موادها، تذكير بأبرز محطات الخبر لهذا المساء.
بتعليمات ملكية سامية، الحرس الملكي يقوم بتوزيع وجبات إفطار يومية لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية بمناسبة شهر رمضان. مبادرة تنم عن حس تضامني عال في شهر الرحمة والغفران، والنموذج قدمناه من مدينة سلا. بالعاصمة البرتغالية لشبونة، الكشف عن الشعار الرسمي لملف الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، مناسبة سانحة لإبراز الروابط التاريخية والحضارية المشتركة بين البلدان الثلاثة. بإقليم الرشيدية، السيطرة على حريق بواحة ولاد شاكر بجامعة أفوس بعد التهام النيران لمساحات كبيرة من أشجار النخيل. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق حملة وطنية واسعة استدراكية وتعزيزية للتلقيح ضد الحصبة في إطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها. طاقم النشرة يشكر بقائكم معنا مشاهدينا، إلى لقاء آخر بإذن الله.